وهنا توت عنخ أتون معناها الصورة الحية لأتون. وبعد وفاة إخناتون عاد توت عنخ أتون لطيبة أرض الجنوب، وغير اسمه من توت عنخ أتون لتوت عنخ أمون. وبقى توت عنخ أمون ملك مصر، وبقى لي ألقاب ملكية. وعلشان نتعرف على اسم الميلاد للملك توت عنخ أمون هنبص على الخرطوش اللي ورا سارة. وبقى اسم الميلاد توت عنخ أمون حقا إيون شمو. العلامة اللي على شكل عصا تتنطق حقا ومعناها حاكم، أما العلامة اللي على شكل مسلة تتنطق إيون، وعلامة ظهور نبات البردي تتنطق شمو، ويبقى إيون شمو مدينة إيون الجنوبية، مدينة طيبة. ويبقى توت عنخ أمون حقا إيون شمو هو الصورة الحية لأمون حاكم إيون الجنوبية.